مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في الدبت المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. من بعد أمطار الخير اللي تساقطت يعني يوم أمس اليوم كنشوفوا فضيحة سوق الجملة، كما كنشوفوا أن فيضانات السوق غرق عامر بالغيس. فكما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام أن الناس ما بقاو لاقين مين غادي يدوزوا، الناس اللي باغيين يتقداو ما بقاو لاقين مين غادي يتقداو وسط فضيحة كما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. هذه هي الكارثة ديال سوق الجملة اللي كاينه مشاهدينا الكرام. فمن بعد ما كانت حملات ديال تحرير الملك العمومي اللي حنا مع تحرير الملك العمومي، ولكن يعني حنا يعني ضد اننا نشوفوا هذه الحالة هذه. بالله عليكم الاخوان، واش هذا هو سوق الجملة؟ واش هذا السوق الاخوان كيجيو الناس يتقداو فيه؟ شوفوا معنا الحالة ديالو الاخوان، شوفوا معنا الغيس اللي ولا فيه، شوفوا معنا الكارثة الاخوان. دابا هذا راه سوق الاخوان، هذا هو سوق الجملة اللي كيجيو الناس يتقداو هنايا ويجيو هنا ويشريو السلعة. شوفوا معنا الحالة الكارثية ديال السوق. فما عرفتش انا واش الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية على دراية بهذا الموضوع، ما عرفتش انا واش الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية عارفين باللي حنا في جماعة حضارية وعايشين في هذه الحالة هذه. شوفوا الغيس الاخوان كيدير، الناس ما عندهم اللي غيدوزوا، كارثة بما تحمل الكلمة من معنى. فاحنا ما نبقاوش ديما نقولوا المسؤولين المسؤولين المسؤولين، ولكن راه عيقتوا راه حشومة وعيب وعار اننا في 2023 وكنشوفوا الدنيا عامرة بالغيس والناس ما لاقين اللي غيدوزوا. اسلاك ما شاء الله الا حشومة وعيب وعار. الله يعطيك شكرا، يعني الحمد لله كما كنتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، كارثة بما تحمل الكلمة من معنى. بالله عليكم واش هاد الناس كيجيو كيخلصوا الصنك هنايا باش يجيو يتعاملوا بالطريقة هادي؟ واش الناس كيخلصوا الصنك في هاد البلاصة هادي باش تجي تشوف هاد الحالة هادي؟ مدينة المحمدية جماعة حضارية كتشوفوا هاد الكارثة هادي، عايشين وسط الغيس الإخوان، عايشين وسط التراب. واش هادي هي العيشة ديال جماعة حضارية؟ واش هادي هي العيشة اللي كيعيشوا الناس في مدينة المحمدية؟ بالله عليكم الإخوان، أن واحد جاي باغي يتقدى في سوق الجملة، شوفوا معنا الحالة. دابا غير واحد الاخوان، هذه غير شويه ديال التصبات الواقع ديال مدينة المحمدية. ها هو عندك، عندك اخويا عندك يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، كارثة بما تحمل الكلمة معنا. مصيبة الاخوان، شوف شوف يعني حالة، شوف هذا هي مدينة المحمدية الاخوان، هذا هو الواقع ديال مدينتنا. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، شوفوا قام على الاخوان، قربوكم قربوكم الصوره، شوف 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 يعني الواحد ما يقدرش يدوز من هنا الاخوان، راه داز واحد. شوف شوف الحاله، شوف شوفوا معنا الحاله الاخوان، شوفوا معنا الاخوان، شوف هذا هو سوق بيع الجمله ديال المحمديه. شوفوا معنا الاخوان، حنا مدينه المحمديه جماعه حضاريه الاخوان. شوفوا معنا بالله عليكم، بنادم جايب الزبابل ديال الفلوس باش يبيع ويشري في هذه البلاصه. شوفوا معنا الواجهه ديال البيع والشراء كيدايره الاخوان، شوف واش الناس غيبيعوا هنا، واش الناس غيبيعوا ويشريوا في هاد البلاصة هادي؟ حشومة وعيب وعار، راه حشومة وعيب وعار أننا في 2023 وفي سوق الجملة اللي الناس كيخسروا الفلوس باش يبيعوا ويشريوا في هاد البلاصة هادي. كتلقى الدنيا غارقة بالغيس، كتلقى الدنيا غارقة بالزبل. كنطلبوا من الناس المسؤولين أنهم يشوفوا من حال هاد المدينة هادي، كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال مدينة المحمدية أنهم يجيو يشوفوا من حال هاد البلاصة هادي، راه السوق كيعاني. أجي خويا أجي حنايا وهضر ما يبانش وجهك، لا أجي حنايا ما يبانش وجهك. اش بان لك في هذه الحالة اخويا؟ حالة كارثية. انت بيع وشرا يا اخويا؟ بيع وشرا. انا بغيت نعرف انتوما كتخسروا الزبابل ديال الفلوس، واش هذا هو المقابل اللي كتجازوا عليه؟ كان هذا السوق هذا مع العلم بانه دابا في اخر الدورة اللي داز في باش صادقوا عليه كيطلبوا واحد السومة ديال 100 مليون فيه. مع العلم انه 100 مليون في هذا السوق، في هذا السوق هذا 100 مليون على قبل الغيس، باش يبيعوا الغيس. واش باغيين يبيعوا الناس؟ الله يدير شي شاويل اخويا العزيز. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، بالله عليكم واش هذا كيستاهل السومه ديال 100 مليون الاخوان؟ شوفوا معنا الحاله الكارثيه، واحد اللي بغى يدوز الكروسه والله لا خرجها من هنا.
ما فهمتش انا واش الناس المسؤولين عارفين باللي كاين واحد السوق ديال الجمله لا صبات الشا كيغرق الدنيا، ما فهمتش انا واش لا صبات هنا شتا الناس المسؤولين كيشوفوا هاد الحاله هادي، فكنتمناو من الناس المسؤولين ديال المحمديه انهم يصحوا الضمير ديالهم ويجيو يشوفوا من حال هاد البلاصه هادي. راه ساكنه المحمديه كتعاني، راه الناس ولاو باغيين يجيو يتقداو الخضره بالجمله الاخوان بلا ما نتكلموا على الخضره اللي غاليه، شوفوا معنا الكارثه الاخوان. هذه راه مدينه المحمديه، هذه راه ماشي عروبيه الاخوان، هذه راه ماشي مجال قراوي، هذا المجال الحضاري. مدينه المحمديه جماعه حضاريه عايشه وسط الغيس، شوفوا معنا الاخوان، الله يكون مع هاد البيعه والسرايه اللي كاينين هنا، حيت راه المعاناه الاخوان شوف. شوفوا معنا بنادم عايش وسط الغيس الاخوان شوف، شوفوا معنا الكارثه اخويا شوف، حشومه على هاد الناس الله يلا حشومه عليهم، فكنتمناو ان هاد الناس على الاقل يصحى الضمير ديالهم ويشوفوا من حال هاد البلاصه هادي، كنتمناو من هاد الناس ان يصحى الضمير ديالهم ويجيو يشوفوا من حال هاد البلاصه، راه الناس كيعانيو، راه الناس بنادم ولا بنادم كيحشم يدخل هنايا الاخوان، اشوفوا معنا المصيبه اللي ولات كتعيش هاد المدينه شوف. جماعه حضاريه كنتمناو الاخوان انكم تبارطاجيو هاد اللايف هذا باش يوصل للناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه. المحمديه صافي، ها الواقع ديال مدينه المحمديه، هذه مدينه الزهور، هذه مدينه الورود، ها انتم الزهور الاخوان، شوفوا معنا الكارثه اللي كنعيشوا فيها شوف، ولينا عايشين وسط الغيس، شوفوا معنا شوف، مصيبه. فما عرفتش انا واش هاد الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه على درايه بهذا الموضوع، باش اننا ولينا كنشوفوا ان الناس عايشين وسط الغيس، الناس عايشين وسط الزبل، حشومه وعيبها. فشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني الحاله الكارثيه اللي عايشين هاد الناس هادو شوف شوف. والمصيبه ان قال لك في الدوره اللي دارت كانت قال لك تقترحت عليه طلبوا فيه 100 مليون، واش هاد السوق ديال 100 مليون الاخوان؟ شوفوا معنا المصيبه. فكنتمناو من الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه انهم يصحوا الضمير ديالهم ويجيو يشوفوا من حال هذا السوق هذا. راه ما بقاوش غير ناخذوا في الصنك وندخلوا في الفلوس والناس كتمحن، راه ما بقاوش غير ندخلوا في الفلوس وان الناس ها انتم الاخوان، اقسم بالله الا درس صغار يغرق في البلاصه بالغيس. شوفوا معنا المصيبه الاخوان شوف، هذا هو الواقع ديال مدينه المحمديه، هذه هي مدينه الزهور الاخوان، هذه هي الجماعه الحضاريه اللي كيعيشوا فيها الناس، هذه هي مدينه المحمديه، هذه هي مدينه الرياضات. شوفوا معنا الدنيا غارقه بالغيس، هذه غير شويه الشا الاخوان ما كاملتش ثلاثه السوايع ديال الشا المدينه غرقت، البنيه التحتيه ديال مدينه المحمديه تفرشات كيف ما كنقولوا مشاهدينا الكرام. حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار اننا في 2023 وكنشوفوا بحال هاد المصائب، حشومه وعيب وعار اننا في 2023 وكنلقاو بنادم باقي كيلبس الصباط والميكا باش ما يعمرش ليه بالغيس. واش هادي المدينه ديالنا؟ واش هادي المحمديه؟ واش هادي هي مدينة الزهور؟ واش بحال هكا بغيتو المدينة شكون؟ راه الناس كتعاني الإخوان، راه الناس حاطة زبالة فلوس في السلعة ديالها الإخوان باش تبيع وتشري، ما عندها ما غتبيع وتشري شوف، كروسة واحدة في الغيس، الدنيا غارقة، عامرة بالزبل، الناس ما الدنيا كلها مغيسة هانتوما الإخوان، بالله عليكم واش هذا سوق؟ بالله عليكم واش الواحد يجي يبيع ويشري هنا في هاد البلاصة هادي؟ كتلقى واحد حاط 10 مليون 15 مليون 20 مليون في السلعه ديالو باش يجي يحطها في الغيس، السلعه ديالو كلش مشي ليه، وحوايجك كلهم كيمشيو لك الاخوان مع هذه الحاله هذه. فكنعاودوها، كنتمناو من الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه انهم يصحوا الضمير ديالهم، كنتمناو من الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه انهم يجيو يشوفوا من حال هذه الكارثه، كنتمناو من الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه انهم يديروا جولات تفقديه يشوفوا النقط السوداء ديال المدينه. حنا راه ما عندنا حملات ديال تحرير الملك العمومي، ولكن نقيوا الدنيا هذه. انتم شوفوا الاخوان الدنيا ولات مغيسانه الاخوان، انتم الدنيا راه الناس بقاو لاقين منين غادي يدوزوا، راه الناس الاخوان الناس البيع على السرايه كلشي مضرور، البيع والسرايه مابقاش لاقي منين يدوز، الكليه اللي باغي يتقدم مابقاش لاقي منين يدوز، وليتي الا باغي تدوز من على الطريق خاصك دير جوج ميكات في رجلك عاد باش تدوز، مع هاد الغيس هذا ومع هاد المصيبه اللي ولينا كنعيشو مدينه المحمديه. الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي انك شايف في مدى القدر، على امن نلقاكم في فيديو مباشر اخر، شكرا والى اللقاء.